السلام عليكم. تصريح يهز العالم من جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق بعد براءته من القضاء السويسري، ويزلزل الفيفا بسبب المنتخب الجزائري، ويوجه رسالة قوية للكاميروني سامويل إيتو. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد براءة رئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر من القضاء السويسري بعد 7 سنوات، فقد صرح جوزيف بلاتر منذ قليل وأدلى بتصريحات لصحيفة لوزرن السويسرية وقال: لقد قام بعض أعضاء الفيفا بتشويه صورتي وأنا لم أفعل شيئا، ونشاهد ماذا يحدث الآن في عالم كرة القدم. فهناك العديد من القضايا ظهرت بعد اختفائي عن المشهد الرياضي، وشاهدنا ماذا حدث للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الكاميروني، والمؤامرة التي قام بها إنفانتينو مع سامويل إيتو والمغربي فوزي لقجع من أجل إقصاء الجزائر. وأنا لو متواجد في الفيفا لمنعت هذه المؤامرات، لأنهم يعلمون جيدا من هو جوزيف بلاتر، وسوف أرجع للمشهد الرياضي من جديد. وأول هذه الملفات هو الملف الجزائري الذي سأفتحه أمام العالم، لأن هناك مؤامرة بالفعل حدثت في هذه المباراة، وسوف أذهب للمحكمة الرياضية من أجل إثبات تلك المؤامرة، وسوف أرفع دعوى على إنفانتينو وأيضا رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو من أجل استبعادهم من الحياة الرياضية، وسوف أرفع دعوى أخرى من أجل انتخاب رئيس جديد للفيفا، وسوف أترشح لهذا المنصب من جديد. وأعد كل الجزائريين أن المنتخب الجزائري سيكون مشاركا في كأس العالم القادمة، وسيتم إقصاء المنتخب الكاميروني لأن هناك فساد، ولدينا أكبر دليل سيؤهل الجزائر مباشرة للمونديال. وفي النهاية، لو كنت محبا للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة.